تعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى لقائد أن يستجيب. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كما نقول وخير مما نقول وكما أنت به تقول. اللهم لك الحمد عدد ما كان، ولك الحمد عدد ما يكون، ولك الحمد عدد الحركة والسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ورغمت له الأنوف وذلت له الأعناق. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى صلوا عليه. كنا ضلالًا فهدانا الله به، وأذلةً فأعزَّنا الله به، وعالةً فأغنانا الله به. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوثٍ من البشر، عمَّت فضائله كل البلاد كما عمَّ البرية ضوء الشمس والقمر. قد كان هذا الكون قبل حلوله شؤمًا لظالمه وللمظلوم، لما أطل محمد زكة الربا واخضر في البستان كل هشيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيه وترضيه وترضى بها عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم في زمرتهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الموحدون، لقد نزلنا بأفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما أخبر سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أفضل أيام الدنيا وأعظم أيام الدنيا وأجمل أيام الدنيا وأحلى أيام الدنيا وأبهى أيام الدنيا وأغلى أيام الدنيا وأعلى أيام الدنيا بشهادة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة هذه العشر التي تحدث عنها سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أيام قليلة يقف إخوانكم على صعيد عرفات بقلوب محترقة ودموع مستبقة حركهم الشوق. ولذلك أيها الموحدون، رأينا أن نتحدث عن يوم عرفة وبيننا وبينه عدة أيام فقط. كان الصالحون يتجهزون ليوم عرفة من العام إلى العام، بل كانوا يدخرون حاجاتهم كما قال بعضهم: ما دعوت الله عشية عرفة وما دار الحول إلا رأيت الدعوة مثل فلق الصبح. إن الله عز وجل أخفى ساعة الجمعة وأخفى ليلة القدر، ولكن الله عز وجل أظهر يوم عرفة. الدعاء يوم عرفة لا يرد، لذلك رأيت أن نطوف حول هذا اليوم، فهو هدية من الله لأمة الإسلام. كيف لا، وهو اليوم الذي أتم الله فيه الدين، أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة، بينما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على صعيد عرفات على ناقته القصوى، والجموع الحاشدة حوله
وهو يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم. كلمة هي أحزن كلمة سمعتها أذن التاريخ حينما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقهم صلوات ربي وسلامه عليه، وما دار العام حتى كان بين أطباق الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. لقد توفي بعدها 81 يوما وهو يقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بهذا الموقف أبدا. وبينما هو كذلك على ناقته القصواء إذ نزل عليه جبريل عليه السلام بآية في سورة المائدة، قوله تعالى: في يوم عرفة، في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر بن الخطاب يقترب ويستمع فيبكي عند سماع هذه الآية. عمر كان أفهم الصحابة بعد الصديق بكتاب الله، كيف لا وقد قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم بعدي محدثين فعمر، إياكم بعدي أنبياء فعمر، ولكن لا نبي بعدي، إياكم بعدي ملهمين فعمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم محدثون في أمة الإسلام فعمر بن الخطاب. بعدها بكى، ولماذا بكى عمر؟ قال: يا رسول الله، لقد كنا في تمام منذ أن بعثك الله، وما بعد التمام إلا النقصان، وبالفعل نقص الإسلام إلى يوم الناس هذا منذ نزول هذه الآية إلى يوم القيامة فهو في نقصان. توفي النبي عليه الصلاة والسلام 81 يوما بعدها. فيوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على سيد الخلق. جاء بعض اليهود وقال لعمر في خلافته: لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية تريد وتقصد؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت وفي أي وقت نزلت. نزلت في يوم عرفة، في صعيد عرفة، في يوم الجمعة، وكلاهما لنا عيد، يعني يوم عرفة ويوم الجمعة. يوم عرفة لماذا سمي هذا اليوم بهذا؟ قال العلماء: لأن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الرؤيا والهاتف في منامه في يوم التروية تروى سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل، فلذلك سمي يوم الثامن بيوم التروية. فلما تكرر الهاتف في اليوم الثاني: يا إبراهيم اذبح ولدك، فإبراهيم عرف أن الأمر من الله، فلذلك سمي يوم التاسع بيوم عرفة. وقيل لأن الناس يتعارفون ويتآلفون على صعيد عرفات. هل دار بخلدكم أنه مجموع ما يتكلم ويجأر إلى الله عز وجل أكثر من 70 لهجة ولغة على صعيد عرفات؟ الله عز وجل يسمعهم جميعا، يعطي هذا ويرفع هذا ويغفر لهذا ويتوب على هذا، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. تأملوا على صعيد عرفات هذه الجموع الهادرة، لذلك سمي بيوم عرفة. وقيل سمي يوم عرفة إنما لأن إبراهيم عليه السلام عرف فيه مناسك الحج. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام لما نزل عليه جبريل في يوم عرفة على صعيد عرفات وعرفه مناسك الحج منسكا منسكا، فكان إذا عرفه منسكا يقول له: عرفت يا إبراهيم؟ فيقول: عرفت. فلذلك سمي بيوم عرفة. يوم عرفة هو يوم المباهاة، يوم مغفرة الذنوب، حتى لقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيداً من النار من يوم عرفة، وإن الله عز وجل لينزل عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يباهي بالمؤمنين الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي شؤثاً غبراً ضاحين من كل فج، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فما رؤي يوم أشد عتقاً من النار من يوم عرفة، حتى إن إبليس ليتطاول برأسه طمعاً أن يغفر الله له في يوم عرفة. يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأعظم، يوم مغفرة الذنوب، يوم قضاء الحوائج، يوم أجابة الدعوات. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث عند مسلم: ليتنا نطبقه في يوم عرفة، ليتك تنقطع يوم عرفة، يعتبر لله عز وجل: كلنا لنا حاجات عند الله لا يقضيها إلا هو، وكلنا على كواهلنا ذنوب لا يغفرها إلا علام الغيوب. فانقطعوا يوم عرفة عن طريق صيام هذا اليوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. سنتين لمن صام يوم عرفة هدية من الله. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كان أكثر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في هذا اليوم. طب فإن قال قائل: هذا ذكر وليس دعاء، أقول: لقد سئل سفيان بن عيينة المحدث الكبير التابعي المشهور، قيل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر كلامه ذكرا. قال سفيان بن عيينة: ألا تسمع قول القائل حينما أراد أن يمدح ملكا من الملوك؟ قال: أثنى عليه فأعطاه الملك دون أن يسأله، قال: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ الشاعر يقول الملك: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فالملك أعطاه قبل أن يسأله، فإنك إذ إن أثنيت على الله أعطاك الله عز وجل قبل أن تسأله. انشغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هل دار بخالدكم إنه خمس هدايا لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم؟ من قال ذلك 5 هدايا، والحديث عند مسلم يعني صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: كانت عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. يعني تصدقت الخروف بكام دلوقتي؟ ب8000 أقل شيء، كأنما تصدقت ب8 خرفان على هذا الوضع من ولد إسماعيل، يقصر بذلك الفدو الذي فدى الله به إسماعيل. كنا عدل 10 رقاب. 2، كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. 3، رفعت له 100 درجة أو كتبت له 100 حسنة. 4، محيت عنه 100 سيئة. 5، لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. هذا أمر تستطيع في 10 دقائق أن تقول 100 مرة، بل في يوم عرفة قل ذلك 1000 مرة باستطاعتك. ألا تغرب شمس عرفة إلا وقد غربت بذنوبك. من خلال هذا الذكر أكثر من التهليل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه 4 كلمات اختارها الله عز وجل، اختار الله من الكلام القرآن، وهذه 4 هي هدية سيدنا إبراهيم ليلة المعراج. قال عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم لسيد الخلق عند السماء 7 عند البيت المعمور: أقرئ أمتك مني السلام،
وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عليك الصلاة والسلام يا خليل الرحمن، وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراس الجنة. كلما ذكرت ذلك غرست لك شجرة في الجنة. وهكذا أيها الموحدون، يوم عرفة ويوم التجلي الأعظم، يوم مغفرة الذنوب وستر العيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فيا أمة التوحيد أيها الإخوة المؤمنون المسلمون، ما زلنا مع هذا اليوم الميمون، وهو أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ويوم عرفة، يوم المباهاة، يوم مغفرة الذنوب. كان السلف يختلفون في يوم عرفة ما بين الخائف وما بين الراج، فمن هؤلاء ما قاله عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك: أتيت عشية عرفة، والعشية بعد العصر إلى غياب الشمس، هذه العشية، أتيت عشية عرفة فرأيت سفيان الثوري، سفيان الثوري المحدث الكبير المشهور، قال: رأيته وهو يبكي عشية عرفة، فسألته: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ أسوأ واحد في الواقفين على صعيد عرفات من هو؟ قال: أسوأ هذا الجمع حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له في هذا اليوم. أسوأ هذا الجمع الذي أساء الظن بربه في أن الله عز وجل لا يغفر له في هذا اليوم. إذا كان إبليس قد يطمع في رحمة الله في يوم عرفة، لذلك يسمى بيوم الدحر، دحر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي يوم للشيطان فيه هو فيه أغيظ ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة. أغيظ ما يكون الشيطان يوم عرفة، وأدحر وأحقر ما يكون في يوم عرفة. لماذا؟ لما رأى أن الله عز وجل قد تجاوز عن أهل عرفات وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات، وغفر للموحدين الذين صاموا عرفات ممن لم يصلوا إلى البيت، فالله عز وجل يصب مغفرته صبا في يوم عرفات. ولذلك نستطيع أن نشارك الحجيج، إن لم نستطع أن نشاركهم في نفحات المكان وأن نقف على عرفات، فإن يوم عرفة مشترك بين السائرين والمسافرين، بين السائرين والقاعدين. يوم عرفة مشترك، نفحة من نفحات الله. فيوم عرفة هذا كان للسلف فيه مواقف، من ضمن هذه المواقف ما كان لحكيم بن حزام الصحابي الجليل، إذا كان يوم عرفة أعتق 1000 عبد، فأهل الموقف يرونه فيضجون بالبكاء، ثم يقولون: يا رب، عبدك هذا أعتق عبيده، فنسألك اللهم أن تعتقنا من النار فنحن عبيدك. ثم ينشدون ويقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم. الملك إذا شاب العبد عنده بيعتقه، ونحن شبنا. وكثير من الناس يقول هذا ويتضرع إلى الله عز وجل كما تضرع زكريا حينما تضرع إلى الله بشيبته: وإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. ونحن يا خالقي أولى بنا كرما، قد شبنا في الرق فأعتقنا من النار. هكذا كانوا يدعون في عشية عرفة. قال الأوزاعي: إن استطعت أن تخلو بنفسك في عشية عرفة فافعل، يعني صل العصر واقعد مع نفسك، هذا وقت التجلي الأعظم إلى غياب الشمس. فالدعاء مستجاب لأنك صائم أولا، ولأنك في يوم عرفة. اجلس في المسجد إلى أن تغرب الشمس، اعتكف من صلاة العصر لغاية غروب الشمس، وإن أحسنت الظن بربك والله لن تغرب شمس عرفة إلا وقد ولدت من جديد. وهكذا إن لم نستطع أن نشاركهم في عرفات أن نشاركهم في يوم عرفة. هذا يوم عرفة الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وله فضائل جمة، ولكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة وقد غفر لنا الذلات وستر لنا العيوب وجبر لنا الخواطر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطي، وإذا استرحمت به رحم، وإذا استرضيت به رضي، أن تغفر لجمعنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لجمعنا هذا أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وأصدقائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، سقطها وعمدها. اللهم اشف مريضنا وعاف مبتلانا، وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل سائل في جمعنا ما سألك في رضاك. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ورثنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.